التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة في هذا الصباح الجميل يسير ثالثي أشواطي هذا اليوم الخاص بالجعدان اللقاية المحليات الأصايل. نبدأ بمقدمة هذا الشوط ونتابع المقدمة والمركز الأول. هنا من يأتي رزين على مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، ويتابع في عملية التضمير والتدريب غانم بن مسفر بالقوبع من يتولى عملية تضميره، بينما يليف المركز الثاني الغدوم من طاف. هذا طاف اللي يحتل المركز الثاني لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي يتقدم على مستوى المركز الثاني، بينما الغدوم والانطلاق على المركز الثالث. هذه هي من وهذا هو من ياتي ضاري لحارب بن محمد بن حمد الكتيبي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع ياتينا وينطلق هذا عنيد بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وسعيد بن سالم لينيبي يتولى عملية تضميره وتدريبه في المركز الرابع، بينما في المركز الخامس ياتي هناك شاهين بشعار هجن ند الشبا، وسالم او سعيد بن سالم يتولى عملية تضميره وتدريبه في هذا الانطلاق. هكذا نتيجتنا، هكذا ندائنا للخمسة المراكز الأولى التي سيطرت أمامكم مشاهدين الكرام في هذه التحديات الأولى، بينما هناك أسماء وشعارات بعد الخمسة المراكز الأولى، أسماء قوية نراها في هذا الشوط قادمة من أجل تحقيق الانتصار المشرف في بداية هذا الموسم مع هذا أيضا هذه التحديات وانطلاقات التمهيدي الأول. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى البداية الأولى. هناك شاهين اللي غير وتسلل إلى المقدمة الأولى، إلى البداية وإلى التحدي الأول بشعار هجن ند الشبا، يتابع في عملية التضمير والتدريب سعيد بن سالم، بينما طاف ياتي في المركز الثاني، طاف اللي يقدمه نادر المضمرين سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي يتقدم في المركز الثاني، بينما في المركز الثالث ياتي هناك رزين بشعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، وغانم بن مسفر بالقوبع يتولى عملية تضميره وتدريبه، بينما في المركز الرابع ياتينا ضاري في المركز الرابع يتغد بشعار حارب بن محمد بن حمد الكتبي، بينما في المركز الخامس يتقدم هناك وياتي رناتي او زناتي نعم يتقدم زناتي بشعار سعيد بن منانة بن غدير الكتبي، يقدم لنا زناتي في هذه الانطلاقه. ولكن نعود الى الصداره، نعود الى المقدمه والرياده الاولى في هذه اللحظة وفي هذه المنافسة الغوية، ويأتي هنا محمد بن نابت بن خيلة العامري مع هذه الانطلاقة الجميلة والمتميزة. ولكن العودة، إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة الأولى، إلى الصراع، إلى المنافسة والنزاع. هناك من غير، الشبابي نعم غير الى الصداره والى المركز الاول، الشبابي لمحمد بن نابت بن خيلة العامري، وصلوا اهالي الهير مع هذه السلاله العريقه، سلاله اسد الميادين. الله سير حر دعوه، هذا هو الشبابي، حي الشبابي حي الشبابي هذا الشبابي انطلق وراح، ويذكر بالشباب الكبير اللي صال وجال في ميادين السباقات بشعار امبراطورية هجن العاصفة، ياتي انتاجه ليقدم محمد بن نابت بن خيلة العامري. سلام يا محمد يا بن نابت يا بن خيلة العامري على هذا الأداء الجميل والمتميز. هناك ياتي مع المركز الثاني
شاهين بشعار هجن ند الشبا وسعيد بزهالم يتولى عملية تضميره وتدريبه، ولكن خلاص الشبابي هو صاحب الشوط، الشبابي هو صاحب الشوط. انتاج الشبابي انتاج محمية الروية في اي بي الانتاج بالفعل يحمل هذه الرتبة. تهانينا والناموس لحظة وصوله الى خط النهاية، وسلام الهير سلام. المركز الثاني وصل مشاهدين الاعزاء اللي هو شاهين بشعار هجن ند الشبا. في المركز الثالث وصل هذا هو ضاري بشعار حارب بن محمد الحمد الكتبي. المركز الرابع وصل في مشاهدين الاعزاء اللي هو طاف سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. خامسا شاهين بشعار هجن ند الشبا. هكذا مشاهدين الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى. نعود بالتهنئة والناموس إلى مالك الشبابي محمد بن نابت بن خيلة العامري، يتفوق مع هذه السلالة العريضة وهذه السلالة التي عشقت الرموز كثيرا بالفعل. ها هو الشبابي يصل إلى خط النهاية بتوقيت الزمني مقداره 6 دقائق و10 ثواني. تهانينا لمحمد بن نابت بن خيلة العامري على هذا الفوز والانتصار.